النهاردة بإذن الله هقدم لكم فيديو جديد هو المايند مابس اوتونوميك. طبعا الاوتونوميك نيرفس سيستم فيه تفاصيل كتيرة، فحاولت ان انا اجمعها في شكل بسيط بالنسبة لكم. في البداية لازم نتكلم عن النيرفس سيستم. النيرفس سيستم بالنسبة لنا طبعا البداية هو سنترال نيرفس سيستم او البرين، والنهاية هو السباينال كورد. السباينال كورد هناخد فيه سكشن مهم قوي بالعرض، فيبان لي بهذا المنظر. عندي ثلاثة هورنز، ثلاث قرون، اللي من فوق بوستيريور، اللي في النص لاترال، واللي تحت هو الانتيريور هورن. لازم تكون واخد بالك منه كويس قوي. الانتيريور هورن بيبقى فيه سل، السل دي بيخرج منها افرنت رايح للسكيليتال ماسل، تقدر تتني دراعك او تفرده بارادتك، فبنسميها سوماتيك. سوما معناها بادي. لكن لو كان خارج من اللاترال هورن النيرف، فده انا بسميها اوتونوميك او اوتوماتيك، الغير ارادي، ما اقدرش اتحكم فيه. في البداية سواء انتيريور او لاترال هورن، خلي بالك ان في قوس بيكون داخل وواصل للانتيريور هورن. القوس ده بسميه افرنت، هو النيرف اللي شايل الاحساس. ده مهم قوي نكون واخدين بالنا منه، ده الافرنت بالنسبة لي اهو. اما اللي خارج من الانتيريور هورن بسميه اي فرنت. نفس الكلام في الاوتونوميك، اللي داخل افرنت، اللي خارج اي فرنت. الاوتونوميك بيساعدك ان انت تتحكم في الاورجنز اللي ما تقدرش اراديا التحكم فيها، زي القلب، زي الانتستين كونتراكشنز، زي البرونكاي توسع او لا. طيب عملنا دلوقتي الاتنين دول في شكل اسهم تقرب لك الفكرة. سوماتيك الاوريجين انتيريور هورن سيل، خارج وان اي فرنت نيرف واحد، لانه رايح لمسل او اورجن واحد. افكتور بارت، انا رايح للعضلة دي خلاص، يبقى انا مش عايز غير نيرف سبلاي واحد. وطالما نيرف واحد يبقى بيطلع ترانسميتر واحد، ودايما الترانسميتر اسيتايل كولين، هنتكلم عليه بالتفاصيل. وبنقول حاجة مهمة قوي، ان الترانسميتر ده اكسايتاتوري، بمعنى هيشغل المصل، طبعا بشكل هنعرفه مع مايند مابس المصل. تمام. النقطة المهمة ان احنا بنسمي السوماتيك اوبيريتور، لو اتقطع النيرف اللي رايح للمصل، المصل مش هتشتغل، هو اللي بيشغلها طبعا فولانتري. ونو جانجليا، يعني ايه جانجليا؟ جانجليا هي كولكشن اوف نيرف سيلز بره السباينال كورد، دورها الاساسي توزيع، يدخل منها نيرف واحد، يدخل لها النيرف ده، يخرج منها 32 نيرف لو بنتكلم عن سيمباثيتك، وهنقوله. يبقى الجانجليا ميزتها ان انا عندي نقص في النيرف سبلاي، يدخل جوه الجانجليا زي صندوق العجائب، يخرج منه مضاعف، امبليفيكيشن، يتكاثر عشان يوزع اورجنز كتيره ويشغلها في وقت واحد. طب نيجي للاوتونوميك، نفس الخمس اسهم، الاوريجين لاترال هورن سيل، افرنت انا عندي اتنين، واحد داخل الجانجليا اهو عند صباعي بري جانجليونيك، وواحد خارج من الجانجليا بوست جانجليونيك. وطالما عندك تو افرنس، غالبا بيبقى فيه تو ترانسميترز، هنقول الكلام ده ازاي. طيب انفولانتري بالنسبة لي، طب نيجي نكمل كلامنا. طب الجانجليا دي قلنا انها نيرف سيلز او سايد السي ان اس، ليها انواع.
يا اما الجانجليا بتبقى جنب السباينال كورد، جنب اللاترال فيو اوف سباينال كورد، هسميها لاترال جانجليا، او موازيه للفيرتبرال كولم هقول بارا فيرتبرال، او التسميه الثالثه سمباثيك تشين، عباره عن سلسله من النيرف فايبرز، والسلسله دي بتكون على طول السباينال كورد. طيب السؤال البسيط جدا، هو ليه ربنا خلى الجانجليا جنب السباينال كورد؟ هيدخل فيها افرنت قصير، يخرج منها افرنت طويل، يعني البري جانجليونيك قصير والبوست طويل. ليه؟ عشان البوست يتوزع لأورجنز كتيرة في وقت واحد. يبقى طب وامتى انت عايز تعمل ده؟ اثناء الاكسرسايز او الاسترس، وانت قلقان، انت البيوبل حدقة العين بتوسع، البرونكاي بتوسع، ضربات القلب بتزيد، الليفر بيشتغل، السبلين بيشتغل، انت في حالة emergency الان، طوارئ. عشان كده عايز تشغل organs كتيرة في وقت واحد، يبقى احنا بنتكلم عن sympathetic، يساعد على divergence، diverge التفرق، pre قصير و post ganglionic طويل. collateral هو اللي جنب اللاترال، نفس الفكرة، البري اللي داخل جانجليونيك قصير والبوست طويل. طيب الادرينال مضلة دي موديفايد جانجليا، جانجليا حصل فيها تحور، بمعنى كانت زمان ليها بري جانجليونيك ويخرج منها بوست جانجليونيك، فقدت البوست جانجليونيك وبقت بتفرز هرمونز كاتيكولامينز زي الادرينالين ونور ادرينالين. طيب نور ادرينالين ده هو الترانسميتر الاساسي لشغل السمباثاتيك، يعني دايما البوست جانجليونيك سمباثاتيك يطلع نور ادرينالين ما عدا في مكانين هنقولهم النهارده. طب لو الجانجليا تيرمينال، يعني ايه؟ استقرت جوه الاورجن، بص معايا اهي، ادي الجانجليا جوه اليورينري بلادر المثانه البوليه، ادي البري، ما زلنا بري اهو، خرجنا من لاترال هورن سيل، البري طويل لونج بري والبوست قصير. ليه؟ علشان ما يتفرقش، ما يشغلش اورجنز كتيره في وقت واحد، وده فكره البارا سمباثيك اللي شغال اثناء الريست. اثناء الريست انا دلوقتي باكل وبهضم، فشغال دايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي، الهضم خلص بعد كذا ساعة، لا انا عايز اعمل ديفيكيشن التبرز، هدخل التويلت فيشتغل الان يوريل ريكتم، طب عايز اعمل يورين ميكتوريشن تبول، يشتغل يورينري بلادر، يعني كل اورجان شغال لوحده مش مع اورجانز اخرى. فدايما الباراسمباثاتيك هو عكس السمباثاتيك، عشان كده تيرمينال النهائية اللي استقرت جوه الأورجن أو جنبه تبقى تخدم وظيفة البارا سيمباثيك. دايما مكان الجانجليا يخدم شغلك. فايدة الجانجليا ريلي، تحول، دخل بري وعمل سينابس مع نيرف أو اتصل مع نيرف تاني قال له انت هتكمل وهتخرج من الجانجليا كبوست. محط التوزيع distribution center site of action of drugs، لان في drugs هتشتغل وأدوية على الجانجليا، هنعرف ان في receptor ومستقبل على الجانجليا، مين يشغله ومين هيوقفه. طيب خلي بالك، بفكرك انه sympathetic بيشتغل general في الامرجنسي زي ما قلنا، وتفتكرهم بكذا كلمة تبدأ بحرف الاف، fear fight flight fright، دول الاربعة اف اللي اساتذتنا علمونا عليهم زمان. طيب نيجي الجدول المقارنة بين السمباثاتيك والبارا سمباثاتيك، الجدول التقليدي الاوريجين، السمباثاتيك ده طالع من اللاترال هورن سيل،
لأول ال 12 ثوراسيك سيجمنت وأول 3 لمبر، يعني طالع من 15 سيجمنت. الأكشن بتاعه سيمباثيك طول الوقت، بيعمل مايلد فازو كونستريكشن. قلنا فازو يعني فيسل، كونستريكشن يضيق، بضيق الفيسل نص نص. لو انا ضيقته على الاخر هيزيد الضغط جدا، لو انا وسعته قوي هيقل البريشر جدا، فهو بين البنين وبيحافظ على ضغط دمك العادي الثابت 120 على 80. خلي بالك ان كلمة تون معناها continuous all the time، شغال طول الوقت. طب نيجي بقى بيعمل ايه على الهيد اند نك، على كل اورجان بقى، على الاي يوسع البيوبل، لازم عشان اشوف الضوء جاي لي منين، اسميها مايد رييزس، ده الاسم العلمي. ارفع الابر اي ليد، ده مهم قوي. ريلاكس السيلياري ماسل، خلي بالك ان السيلياري ماسل هي الحلقه اللي حوالين اللينس، عدسه العين، يعني اللينس موجوده في النص وايدي دي هي سيلياري ماسل، والعدسه دي متعلقه في السيلياري ماسل بليجامنتس. طبعا لو السيلياري ماسل كونتراكت، الليجامنتس دي اربطه هتشد على العدسه فيتغير شكلها، تبقى كونفكس او مقعره. تغيير شكل العدسه يساعدني وانا اقرا في البيت، ما يساعدنيش اثناء الاسترس. لازم اثناء الاسترس وانت بتتخانق تلعب مباراه ملاكمه لازم عينك تبقى مريحه، يبقى فار فيجن، لكن اللينس اتغير من شكلها في النير فيجن. خلي بالك كل اللي بقوله هنا هعكسه في جدول البارا سيمباثيك. طيب قبل ما اجي اكمل عايزك تعرف معلومه مهمه قوي، ان البارا سيمباثيك الاوريجين بتاعه كرينيو سيكرال، يعني ليه 4 كرينيال نيرفز. كرينيال نيرفز عددهم 12، 4 منهم بارا سيمباثيك، رقم 3 و7 و9 و10، وجمعناهم في رقم سنه 1973. السيكرال هو البلفيك نيرف. زي ما السيمباثيك كان ليه تون شغال طول الوقت، البارا سيمباثيك برضو ليه تون شغال طول الوقت، فيجل تون. الفيجس طول الوقت بيقلل الهارت ريت، ضربات القلب، من 110 الى 70 بيت بير مينت. اللي بيتحكم في ضربات القلب حاجه اسمها ساينو اتريال نود، العقده الجيب اذينيه، ده منظم الضربات، فانا بقلله. طب ليه بقلله؟ ديورينج ريست انا عايز الهارت يضخ 5 لتر دم فقط، مش عايزه يشتغل اكتر. طب علشان الهارت يعمل بامبنج بيعتمد على الاوامر اللي جياله من الساينو اتريال نود، فانا اجي للمايسترو الساينو اتريال واقلل من شغله. في تون طول الوقت في الجي اي تي، الوول اوف ستومك او الانتستين فيها كونتراكشن مبدئي حتى لو ما اكلتش. طب ليه؟ علشان يبقى في بيزل بريشر، حد ادنى من الضغط. طب انا لو اكلت هيزيد الضغط على الوول زياده على اللي عندي، فده يساعد على الهضم فيما بعد. هنلاقي كله العكس. طب بص هنا بقى معايا في الصلايفا، انت وانت بتجري ريقك بينشف، وانت بتتخانق ريقك بينشف، فيسد سكريشن. اتفقنا في النظري ان السليفري جلاند هي اسيناي، هي الدايره دي، وخارج منها الضغط، شيء طبيعي. لازم الاسيناي المايو ايبيثيليال سيلز اللي مبطنه الاسيناي تعمل كونتراكشن عشان تزق الفيسد سكريشن الملزق ده. طب البارا سيمباثيك يقول لك لا انا بزود الووتر كونتنت اوف سلايفا. وفي معلومه مهمه لازم تكون عارفها، انه السلايفا زي اي افراز في جسمنا جزئين، ووتر وبروتينز.
نسبة المية 90%، اللي يكونها هو الباراسيمباثيك، والإنزيمز اللي يعملها هو السيمباثيك. عشان كده الاتنين دول بيكملوا شغل بعض، كوبريشن، يتعاونوا مع بعض. البارا يزود الووتر كونتنت، والسيمباثيك يزود الإنزيمز عشان مجموعهم يديني سلايفا. الباراسيمباثيك بيعمل ووتري تروفيك سكريشن. طب نيجي للبلاد فيسل، قانون للسيمباثيك، هدي اي بلاد فيسل قدامي ما عدا اتنين، كوروناري ارتري، شريان التاج اللي بيغذي الوول اوف ذا هارت، ده لازم يوسع، وهنعرف بيوسع بانهي ميكانيزم في نهايه الفيديو، وكمان اوسع السكيليتال ماسل بلاد فيسلز. سيمباثيك يوسع فقط الاكتيف بارتس، الاماكن المهمه اللي بتساعدني ان انا ابذل مجهود. طيب نيجي بقى للباراسيمباثيك، تخصص فازو دايلاتيشن. طيب هورنر سيندروم، هورنر ده كان عالم انجليزي قال لو اتقطع السيمباثيك تشين على ناحيه واحده سبلاينج هيد اند نيك، البيوبل بدل ما توسع تضيق مايوزس، الابر ايليد بدل ما بقى اليفيتد يقع من مكانه توزس، وخلي بالك البي سايلنت ما بتنطقش، ما تعرقش، نص وشك يعرق والنص البايظ ما يعرقش، ان هايد روزس. قلنا قبل كده ان ان معناها مفيش، وهايدرو ميه، مفيش ميه كتير، مفيش عرق. بدل ما العين تبص لبره جحوظ العين اكسو سالموس، لا تدخل لجوه اينو في سالموس. وقلت في النظري ان جحوظ العين اثناء الاسترس ده في القطط عشان عندهم عضله اسمها مولر ماسل، لما بتعمل كونتراكشن بتخرج الاوربت لبره، ده مهم جدا. طب نكمل بقى تاثير السيمباثيك ريسبيراتوري، وانا الان البرونكاي واسعه دايليتد وفازو كونستريكشن للبالمونري ارتري. طب ليه دكتور عارفين انها قاعده هتضيق؟ لما يضيق البالمونري هيزيد فيه البريشر، فيوزع الدم الى ارتريول صغيره، ثم الى كابيلري، ثم الى فينز. الاربعه بالمونري فينز او الاورده الرئويه فاتحه في الليفت اتريوم، فيوصل الدم للليفت اتريوم ومنه الى الليفت فنتريكل، وده يخلي البامبنج يكون قوي. اما الباراسيمباثيك العكس. السيمباثيك بيعمل ايه على السي في اس، على الكارديو فاسكولار سيستم؟ يزود الكاردياك بروبرتيز، خصائص القلب. خصائص القلب مبنيه اولا على ريزميزيتي، على الايقاع اللي جاي من الساينو اتريال نود. هخلي المايسترو اس اي نود يشتغل، يزود من شغله، ولما الريزميزيتي تحصل هيحصل كوندكشن، نوصل الكهرباء من الساينو اتريال نود الى نود ما بين الاتريا والفنتريك اسمها اي في نود، الى باندل حزمه توصل الكهرباء الى تو فنتريكلز، وبالتالي الفنتريكل يبقى اكسايتابل، يستجيب للاكشن بوتنشال، ثم يعمل كونتراكشن فورس. ده العادي. خلي بالك انه السيمباثيك بيزود الهارت ريت، المصطلح العلمي كرونو تروبيك، كرونو باللاتيني معناها وقت، وجيت في فيديو النيرف قلت لك كرو ناكسي، كرونو يعني وقت. طبعا ضربات القلب بتتقاس كام ضربه في الدقيقه، ويزود الاينو تروبيك اللي هي قوة الانقباض، وقلت لك قبل كده ان اينو هو كان اله القوة عند الاغريق، لكن حوسع الكوروناري. كوروناري هيوسع بطريقتين، طريقة غير مباشرة، يعني ايه؟ سيمباثيك يضيق قوي الكوروناري ارتري، لما انا بضيق الارتري هيتجمع الويست برودكتس زي الكربون دايوكسيد واللاكتيك اسيد، هيتجمعوا ودول ميتابولايتس هم
اللي هيوسعوا الكوروناري ارتري فيما بعد. ده طريقة غير مباشرة. طب ايه الطريقة المباشرة؟ في ريسبتور موجود على السموث ماسل اللي عامله لايننج للوول اوف بلاد فيسل، لما يمسك فيها الادرينالين النتيجه الفيسل هيوسع. اهو ده شكل مباشر. طبعا البارا سيمباثيتك العكس، بيقلل من جميع الخصائص. طيب لان انا مش محتاج ازود من الكفاءه اثناء الريست. السيمباثيتك على الجي اي تي بيعمل ايه؟ طبعا هو ليه جريتر سبلانكنيك نيرف، وقلنا ده سميناه جريتر لان هو بيشغل معظم الجي اي تي اورجانز. على الاستومك انا مش عاوز اهضم دلوقتي، فلازم الول يبقى ريلاكسد، ونقفل السفنكتر، مش عايزين نزق الفود من الاستومك لديودينم او الاثنى عشر. الليفر مخزن جلايكوجين، يبقى لازم اكثر الجلايكوجين الى جلوكوز as a source of energy، وده اللي يعمله السيمباثاتيك جلايكوجينوليسيس. بص على الباراسيمباثاتيك هتلاقي العكس، وعلى الليفر ملوش دور. على الجول بلادر مش ده اللي مخزن البايل اللي بيساعد على الدايجشن اوف فات؟ طب انا مش عايز هضم دلوقتي اثناء امتحان او اثناء مسابقه، ريلاكس وول كونتراكت سفنكتر. العكس، باراسيمباثيتك صديق الجهاز الهضمي اللي بيساعد على الهضم. نيجي على السبلين. سبلين او الطحال هو مخزن للريد بلاد سيلز. سيمباثيتك يعمل له كونتراكشن، يعصره، يخرج المخزون بتاعه عشان الريد سيل تشيل اكسجين اكتر وتوديه الى التيشوز. باراسيمباثيتك قال لنا انا ما بغذيش سبلين، don't supply the spleen. ليه؟ باراسيمباثيتك شغال اثناء الريست، ايه الداعي ان انا اوصل لاورجن واعصره وازود الريد سيل اللي تشيل اكسجين لتيشوز وانا مش محتاج كده؟ خلي بالك مش كل الاورجنز واصل لها سيمباثيتك وبارا سيمباثيتك، وهنقول الكلام ده النهارده. عكدني، سيمباثيتك بيزود الرنين. الرنين ده انزيم هيشتغل على سبستريت ماده خام بتطلع من الليفر اسمه انجيو تنسانوجين، احولها لانجيو تنسن. اتفقنا في النظري ان انجيو يعني فيسل، وتنسن يعني تنشن، اضيق الفيسل. اضيق الفيسل يعني هعلي الضغط، وليها سلسله تفاعلات كيميائيه. على البلاد فيسل فازو كونستريكشن في المقابل فازو دايلاتيش. نيجي بقى للبلفس. اذا كان ده اسمه جريتر سبلاي الجي اي تي، البلفس بيوصل له نيرف سبلاي اورجانز اقل، ليسر سبلانكنيك نيرف. خلي بالك البلفس فيه 3 اورجانز، ريكتوم مستقيم، يورينري بلادر مثانه، وجينيتاليا او اعضاء تناسليه. على الريكتوم ريلاكس الول وكونتراكت انترنال سفنكتر. هنا عايزك تركز معايا في معلومه مهمه قوي، انه السفنكتر بتاعت الريكتوم واليورينري بلادر اتنين محبس خارجي تتحكم فيه، ومحبس داخلي لا تستطيع ان تتحكم فيه. المحبس الخارجي external بقول عليه somatic إرادي supplied by pudendal nerve، ده اللي تقدر انت تتحكم فيه، تقدر تمسك نفسك. الانترنال افتكرها in مع in، internal involuntary، فدور الاوتونوميك هو التحكم في الانترنال. contract ده sympathetic، وريلاكس بارا سيمباثيتك. خلي بالك طبعا المعلومة المهمة، الفيجاس ده سبلاي جي اي تي، اول ما جينا على البلفس سميناها بلفيك نيرف او سيكرال نيرف. بس هناك نقطة مهمة على الجينيتاليا، السيمباثيتك قلنا بيعصر البلد فيسلز اللي سبلاينج ميل جينيتال اورجنز،
ده بيخرج السيمن او الحيوانات المنويه، بسميها ايجاكيوليشن، وكتبت لك بين قوسين النهايه. دايما اي سكشوال انتر كورس البدايه هو ايركشن، انتصاب العضو الذكري، بيحصل فازو دايلاتيشن للميل جينيتال اورجن. المتخصص فازو دايلاتيشن هو بارا سيمباثيتك، واللي ينهي بإيجاكيوليشن هو السيمباثيتك، وهنا نسميها سينرجيستيك افكت، التأثير المقوي. خلي بالك السيمباثيتك والبارا دايما عكس بعض، ما عدا في مكانين يشتغلوا مع بعض، كوبراتيف سليفري جلاند، وسينرجيستيك في السكشوال اورجنز. ونيجي بقى لاخر جزء هنا في المقارنه، اورجنز سبلايد باي سيمباثيتك. كبرت لك الاس قوي باول حرف من سيمباثيتك عشان تفتكر معايا، سيمباثيتك بيدي بس السكين اللي عليها سويت جلانز، الغدد العرقيه هي الغده الوحيده اللي البارا سيمباثيتك ما بيوصل لهاش، لان دي بتشتغل اثناء الاسترس. انا عمري ما هعرق during rest وانا مرتاح نفسيا. تاني اس سكيليتال ماسل، السكيليتال ماسل بلاد فيسلز، دي مهمه جدا لازم اكون اخلي بالي منها. طبعا انا قلت لك في سي، طبعا ده في سي ده في البدايه ثم بيقلب بفازو دايلاتيشن. سبلين وسوبرا رينال اللي هو الادرينال مضله، الغده الاساسيه اللي بتطلع المين ترانسميتر اوف سيمباثيتك بوست جانجليونيك. ولما نخلص الاربعه اس بلس فنتريكلز، تلاقي ان الفيجاس داز نوت سبلاي الفنتريكل، الفيجاس بيوصل عند الاتريوم عند الاس اي نود ويوقف شغلها، يقللوا من 110 الى 70، وعشان كده في حاجه اسمها فيجال اسكيب، كان الفنتريكل بيهرب من التاثير المباشر للفيجاس عليه، زائد بيوبيلو دايليتور ماسل. البارا سيمباثيتك قال وانا ليا برضو اماكن سبلايد بيا لوحدي، بيوبيلو كونستريكتور وده مهم جدا، ايسوفيجاس دي رقم اتنين، لان الايسوفيجاس ده خلي بالك هو بداية الجهاز الهضمي والجاستريك جلانز، وده شيء طبيعي هطلع سيكريشن ديورينج ريست يساعد على الدايجيشن. نيجي للكيميكال ترانسميتر، هنعمل جداول مقارنة بين أسيتايل كولين ونور أدرينالين. أسيتايل كولين ده على فكرة هو المين بارا سيمباثيتك بوست جانجليونيك ترانسميتر، لازم أعرف في كل ترانسميتر نقاط رئيسية، بيتصنع إزاي، سايت أوف ريليز بيخرج فين، الأكشنز قلناها، الريسبتور بتاعه، وبعد ما يخلص شغله ريموفال كيف يمكن التخلص منه. أسيتايل كولين من اسمه هو كولين بلس أسيتايل كو اي، كو انزيم اي، يجي الأسيتايل يمسك في الكولين زائد الكو اي يبقى ريليست. النور أدرينالين بيتصنع عن طريق أمينو أسيد تيروزين يتحول إلى دوبا، يتحول إلى دوبامين، إلى نور أدرينالين، إلى أدرينالين، ده سلسلة التحول. خلي بالك الأدرينالين مستو إنه powerful metabolic، يعني أنت لو عايز تزود الميتابوليك أكتيفيتي يتحول النور أدرينالين إلى أدرينالين عن طريق على السهم ده إنزيم اسمه إن ميسايل ترانسفيريز إنزيم. نيجي بقى للسايتس اوف ريليز، كل البري جانجليونيك بتطلع اسيتايل كولين بدون استثناء، كانت سيمباثيتك او بارا سيمباثيتك. ليه؟ لان الريسبتور اللي موجود في الجانجليا لا يستقبل الا اسيتايل كولين، فهنا النقطة المهمة عملتها بالبولد تحتها خط اول بري.
كل البوست جانجليونيك بارا سيمباثيتك هتطلع اسيتايل كولين. شوف بقى الثالثه وركز معايا، تيجي كتير قوي في الام سي كيو. سم بوست جانجليونيك سيمباثيتك لكل قاعده استثناء، وهو ده الاستثناء. بعض البوست جانجليونيك سيمباثيتك زي السويت جلانز والبلاد فيسلز كرونري وسكيليتال ماسل بلاد فيسلز. ليه؟ لان دايما الباراسيمباثيتك تخصص سكريشن، خد كل الغدد يزود لها الافراز ما عدا السويت جلانز، سابها للسيمباثيتك. سيمباثيتك قال له انا دايما شغلتي بقلل السكريشن، عشان ازود سكريشن غده انا مضطر استلف منك ترانسميتر بتاعك اللي هو اسيتايل كولين. نفس الفكره، انا دايما متعود على الفازو كونستريكشن، عشان اوسع فيسل يبقى لازم اشتغل بالترانسميتر بتاعك. بص بقى على النور ادرينالين بوست جانجليونيك سيمباثيتك، وبيبقى خارج من الادرينا المضله بنسبه 20%. وهنا انا عايز اقول معلومه مهمه، ان الادرينا المضله بتطلع الادرينالين بنسبه 80%، النور ادرينالين اقل 20%، على الرغم انه اقل خروجا من الادرينا المضله، ولكن هو خارج من البوست جانجليونيك سيمباثيتك. شوف من كم مكان، فلو حسبت المجموع هيبقى النور ادرينالين تركيزه اعلى من الادرينالين. طب نيجي نقول بقى بيشتغل ازاي خطوه الريسبتور، تلك انظر الصفحه القادمه عشان نتكلم بالتفاصيل. دايما اي ريسبتور عندنا لابد من الكلام اهو في خمس نقاط رئيسيه. سايت، مستقبل ده موجود فين، ستراكشر تركيبته ايه، بيشتغل ازاي اللي هي الميكانيزم، ستيميوليتد باي ايه اللي يعمل له ستيميوليشن، وبلوكد باي، وبعد كده نعمل الزوم مع بعض. الاسيتايل كولين ليه نوعين على فكره من الريسبتور، والنور ادرينالين بص هتقول لي ليه اربع انواع، هو الفا وبيتا. الاسيتايل كولين النوع الاول اسمه نيكوتينيك ريسبتور. تعال افكرك بيه، النيكوتينيك ريسبتور اتسمى على اسم النيكوتين سمول دوز اللي هيمسك فيه الريسبتور ده كانه اسيتايل كولين. قلنا فكرة القفل والمفتاح، بسمي قفل الباب على اسم المفتاح اللي فتحه اللي شغله. لو انا بشتغل باسيتايل كولين هقول كولين نيرجيك ريسبتور. وقلنا يعني ايه، اقراها من الاخر للاول، الريسبتور اللي بيستقبل الكولين اللي خارج من النيرف كولين ارجيك كولينيرجيك. وقلنا كولينيرجيك هو الاسم العام للعيلة. الكولينيرجيك ده ليه نوعين، نيكوتينيك وماسكارينيك. طيب نيكوتين، نيكوتين سمول دوز. طب ايه الماسكارينيك؟ اكتشفوه من طحالب بحرية وعملوا منها دواء اسمه ماسكارين. كل ريسبتور من دول وليه اماكن. النيكوتينيك موجود عن نيورو ماسكولر جانكشن عند الجانجليا والادرينال مضله. خلي بالك تلاقي اماكن النيكوتينيك ريسبتور مش اماكن اورجنز، اتصال نيرف المصل ده مش اورجن، جانجليا دي خلايا عصبيه، ادرينال مضله دي موديفايد جانجليا. عشان كده بقول للطلبة اللي دايما بيتلخبطوا كل سنة بين النيكوتينيك والمسكارينيك، المسكارينيك يوجد على أورجنز، على أعضاء. يعني المسكارينيك موجود على البرين سميناه M1، موجود الريسبتور ده على الهارت M2، والتسمية 1 و2 و3 على أساس الاكتشاف. أول ريسبتور اكتشفناه على البرين نحط 1، التاني على الهارت 2، الثالث سموث ماسل 3، الرابع مثلا بنكرياس، وهكذا. طيب نيجي بقى للاستراكشر، نيكوتينيك ريسبتور جواه فولتج جيتد صوديوم اند بوتاسيوم تشانل، قفل الباب
جواه بوابات. لما يجي الاسيتايل كولين من بره يمسك في النيكوتينيك ريسبتور، هتتفتح البوابات الداخلية بتاعته، عشان كده سميته ايونو تروبيك. نسبة للايون اللي ينشطه تروبيك هو دخول الايونز. عشان كده جيت على الميكانيزم وجيت قلت لك صوديوم انفلكس يعمل دي بولاريزيشن. بس خلي بالك زي ما قلنا قبل كده في النيرف، ان اي ريسبتور لوكال بوتنشال، يعني مسكه الاسيتايل كولين في الريسبتور ده هتعمل لك لوكال بوتنشال، محتاج مسكه تانية لوكال زائد لوكال، كانوا سب ثريشولد زائد سب ثريشولد، يوصلني للفايرنج ليفل ويتحول الى اكشن بوتنشال. ده مهم لان انا عايز الاكشن بوتنشال يتنقل لجوه المصل. ستيمولييتد بايه؟ بنيكوتين سمول دوز لان اسمه نيكوتينيك، واسيتايل كولين. طب بلوك ذا باي، ايه اللي يوقفه؟ نيكوتين بجرعه كبيره، كوراري وهكسا ميسونيوم. الماسكارينيك ريسبتور على فكره في تركيبته يتشابه مع الالفا والبيتا ريسبتور اللي بيمسك فيهم النور ادرينالين. كلنا سيربنتاين وشرحتها في النظري. الريسبتور لو بصينا عليه من جوه هلاقيه سبايرال حلزوني بيقطع الممبرين 7 مرات، والريسبتور ده ماسك في جي بروتين. الجي بروتين ده طبعا ليه اجزاء شرحتها بالتفاصيل عشان اسهل لك الموضوع في المايند مابس. احنا علشان نكمل شغلنا لازم نزود حاجة جوه الأورجن، حاجة اسمها ماسنجر، رسول كيميائي، يا إما كالسيوم يا إما سايكليك اي ام بي ادينوزين مونوفوسفيت. سواء ده او ده لازم تعرف ان اي كيميكال ماسنجر جوه الأورجن في انزيم هيكونه، وفي انزيم الماسنجر نفسه هينشطه. يعني اجي اقول لك كالسيوم ينشط مين؟ تقول لي بروتين كاينيز سي. اقول لك سايكليك ام بي ينشط مين؟ تقول لي ينشط بروتين كاينيز اي. طب مين الانزيم اللي كون الكالسيوم؟ فوسفو لايبيز سي. طب ومين الانزيم اللي كون سايكليك ام بي؟ تقول لي هو ادينايل سايكليز. طب البروتين كاينيز سواء اي او سي من اسمه بيعمل ايه؟ كاينيتك، بينقل الفوسفات الى الميوسين هيد اللي فيها ادينوزين داي فوسفات فيبقى اي تي بي، ثم يحدث الكونتراكشن. لو انا نقلت الفوسفات في مكان غلط على الهيد او مفيش قابلية او افينيتي لن يحدث هذا الكونتراكشن. ده الفكرة بمنتهى البساطة. عشان كده تلاقي ايه؟ تلاقي الالفا 1 ادي اشتغل بالكالسيوم، هتلاقي بيتا 1 بيتا 2 بالسايكليك اي ام بي. يعني حسب الاورجن، في اورجنز عندها ادينايل سايكليز فتكون سايكليك اي ام بي تشتغل بده، اورجنز لا عندها فوسفو لايبيز سي فتشتغل بالكالسيوم. طيب نيجي للماسكارينيك، قلنا ان هو ستيميوليتد باي اسيتايل كولين وماسكارين وبلوكد باي اتروبين. اشهر دواء هو الاتروبين. اتروبين يمنع الاسيتايل كولين ان هو يمسك في الريسبتور. يعني انا منعت شغل البارا سيمباثيتك. ده بيفيدني بري اناسيزيا. يعني ايه؟ قبل البنك، قبل ما اجي اخدر العيان، انا عايز ضغط دمه يعلى شويه عن الطبيعي. البارا سيمباثيتك بيقلل الضغط. طب انا وقفتها فالضغط زاد ليه عن الطبيعي؟ انه اثناء العمليه المريض ده قد ينزف فممكن ضغطه يقل. لو انا مدخله ب 120 على 80 كضغط ونزف هيقل عن العادي. طب انا لو مدخله العمليه وهو فوق 120 على 80 ضغطه هينزل للطبيعي، فدي فايده الاتروبين. يستخدم في الفندس اكزامينيشن، فحص قاع العين. قاع العين معناها الستراكشرز اللي جوه العين زي الريتنا الشبكيه. طب انا عشان اشوف الريتنا لازم افتح اوسع البيوبل
وده فعلا اللي حصل. الباراسيمباثيك بيعمل بيوبل كونستريكشن، فيجي الاتروبين يوقف شغلها فيحصل العكس. علاج الكوليك، ما هو اي مغص معناه جهاز الهضمي شغال جامد، فلازم نوقف الباراسيمباثيك الاسيتايل كولين، لازم نوقفه. طيب نيجي بقى بعد كده للنور ادرينالين، بيمسك في الفا 1 ريسبتور مكانها على الوول اوف بلاد فيسل من بره. خلي بالك البلاد فيسل عليها نوعين من الريسبتور، الفا 1 من بره وبيتا 2 على السموث ماسل لايننج الوول من جوه. الالفا 1 موجود على السبلين والسفنكتر، قاعده اساسيه في اي ريسبتور اول 1 الفا 1 او بيتا 1 بيبقى اكسايتاتوري. يعني ايه؟ يعني الريسبتور ده موجود على اورجان معين، اذا مسك فيه ترانسميتر الاورجان ده هيعمل كونتراكشن. اكسايتاتوري معناها ينقبض، انهيبيتوري معناها ان الاورجان ريلاكس. طب بيشتغل باني ماسنجر؟ كالسيوم ستيميوليتد باي. خلي بالك بقى في نقطة مهمة، النور أدرينالين بيمسك في الألفا 1 أقوى من مسكة الأدرينالين. هنا في البايو قالوا لنا إن في حاجة اسمها أفينيتي، قابلية جذب. تعال بقى على البيتا 2، هتلاقي في البيتا 2 لا العكس، الأدرينالين يمسك في البيتا 2 أقوى. ده مهم جدا نكون عارفين وكاتبها لك. طيب نيجي بقى على الالفا 2، موجوده بري سينابتيك وبليتلتس، ده انهيبيتوري. بيتا 1 عايزك تفتكر الاماكن دي، هارت. لما نيجي نشرح سي في اس هسالك ازاي السمباثيك اشتغل وزود الكاردييك بروبرتيز، تقول لي مسك النور ادرينالين في البيتا 1 ريسبتور على الهارت وزود السايكليك اي ام بي اللي جوه الهارت اللي كمل الميتابوليك رياكشنز فزاد الكونتراكتيليتي. ده مهم جدا. طيب هتلاحظ معايا حاجه، بيتا 2 انهيبيتوري وبيتا 1 اكسايتاتوري، وعلى الرغم من كده الاثنين دول اشتغلوا بزياده السايكليك اي ام بي. ازاي يا دكتور؟ ما هو ده يتوقف على الكونتراكتايل بروتينز اللي في الهارت عندها قدره قابليه جذب. الميوسين لما نقلت له فوسفيت عمل اي تي بي وعمل كونتراكشن، اما المايوسين اللي في البرونكاي او سموث ماسل اوف بلاد فيسل العكس، لما نقلت لهم فوسفيت ما حصلش استجابه. زي واحد بيشرح لمجموعه كبيره من طلبه، في طالب فهم منه في افينيتي عاليه، ده بيتا 1. وانا زي ما انا بنفس الشرح ونفس الطريقه ونفس السكند ميسنجر، ولكن ما حصلش قبول. طيب عايز اقول لك ان الاثنين دول ستيميوليتد بايه؟ يعني النور ادرينالين والادرينالين بيمسكوا في اي ريسبتور، ولكن خلي بالك بقى فينايل ايفيرين يمسك في الالفا 1 يعمل له ستيميوليشن، العكس فينتولامين يعمل له بلوك للالفا 1، كلونيدين يمسك في البيتا 2 ويعمل له في الالفا 2 اسف ويعمل له ستيميوليشن بلوكد باي يوهيمبين. بروبرانولول وده اشهر دواء اندرال، ده علاج الضغط، ده بيمنع البيتا 1 ريسبتور انه يستقبل الكاتيكولامينز، يبقى قلل الكونتراكتيليتي، يبقى قلل من حجم الدم اللي داخل الاورطه فيقل ضغط الدم. ده مهم جدا ان هو بلوك ذا باي اندرال، مشهور جدا. هنا بقى سالبيوتامول، موسع الشعب الهوائيه، البخاخات فيها سالبيوتامول. لو انا عندي البرونكاي ضيقه سمباثيك مش شغال انه يوسعها، فلازم ادي دواء يشتغل كانه سمباثيك برونكو دايليتور، سالبيوتامول. العكس بيوتوكسامين بيعمل بلوك للريسبتور. الورقه دي السلايد ده في غايه الاهميه،
لاني انا من خلاله هبقى دكتور شاطر. ده اساس الفارماكولوجي، الادويه فيما بعد لازم تكون عارف. طبعا الريسبتورز اللي بتمسك في النور ادرينالين او ادرينالين اسمها ادرينرجيك ريسبتور. نرجع بقى للجدول اللي قلناه فوق، فاكر لما قلت هنقارن من الترانسميترز من حيث السنسز تطلع فين؟ اكشنز ريسبتور، النقطه الاخيره ريموفال. اسيتايل كولين بعد ما خلص شغله ازاي نتخلص منه؟ عندنا كذا طريقه. في طريقه ان احنا نرجعه مره تانيه للفيسيكلز اللي كان متخزن فيها اكتيف ري ابتيك، وعملتها بالعرض لان الاكتيف ري ابتيك هي الخاصيه المشتركه بين الاسيتايل كولين والنور ادرينالين. يعني اي ترانسميتر خلص شغله رجعه للستور مره تانية. او كسرك بانزيم كولين استريز انزيم. خلي بالك ايز يعني يكسر، ربطه الاستر اللي بين الاسيتايل والكولين. الانزيم ده نوعين، انزيم ترو حقيقي، كلمه حقيقي بمعنى هيكسر ربطه محدده بين الاسيتايل والكولين، سبيسيفيك، عامل زي الدكتور المتخصص ما بيشتغلش في اي حاجه، وده موجود في الريد بلاد سيل. طب اذا كان الدكتور ده فشل انه يكسر الاسيتايل كولين، هيهرب ويخرج للبلازما، ما تقلقش انا عندي سودو كولين استريز. سودو الكاذب اي يكسر اي ربط غير متخصص، زي الدكتور اللي بيكتب على العيادة أطفال بطنة جراحة نساء، ده ممارس عام بيشتغل أي حاجة، فالسودو هيكسر أي حاجة في البلازما. ربنا عامل كذا كمين للأسيتايل كولين، هربت مني أنا مستنيك في البلازما. ليه؟ أسيتايل كولين لو زاد جدا بتبقى كارثة قد تؤدي للوفاة، لأنه هيقلل ضربات القلب أقل من 70 تبقى 30، ودي بسميها الريفرسيبل انتي كولين استريس، هنقولها. طيب تعالى بقى على النور ادرينالين غير الاكتيف ري ابتيك، اكسرك بالماو مونو امين اوكسيديز او بالكومت كاتيكول اوميسايل ترانسفيريز. كاتيكول اوميسايل خلي بالك انا الان ميسايل ترانسفيريز حول النور ادرينالين الى ادرينالين. طب بالاوميسايل انت هنا هتحول النور ادرينالين الى كومباوند اقل، نور ميتا نفرين. بص بقى مش نور اي بي نفرين، نور ميتا نفرين، او تبقى اكسكريتد في اليورين في شكل فانايل مانديليك اسيد. خلي بالك الفي ام ايه ده إذا زاد في اليورين ده رمز إن الكاتيكولامين كان إفرازه كبير جدا نتيجة ورم في الأدرينال المضلة، وده بنسميها فيو كرومو سايتوما. خلي بالك الكلام ده في غاية الخطورة. طيب نيجي بقى لنقطة مهمة في الأوتونوميك السيمباساتيك، إيه الأدوية اللي تشتغل زيه أو اللي تكسره؟ هتلاقي بص العنوان الرئيسي أهو سيمباساتيك او بارا مايميتيك وليتيك. نبتدي بالسيمباساتيك. مايميتكس معناها ايه؟ الفا ستيمولانت. عايز تبقى زي السيمباساتيك امسك في الالفا ريسبتور زي النور ادرينالين، امسك في البيتا زي الادرينالين، بدل الستيمولانت الجدول اللي قلناه. طب عايز تبقى عكسه ليتيك، الفا بلوكر وبيتا بلوكر، قلت لك انظر الصفحه السابقه اللي احنا شرحناها. نيجي للباراسيمباثيك، عايز تشتغل زيه امسك في النيكوتينيك ريسبتور ستيمولانت نيكوتين سمول دوز، او ماسكارينيك ماسكارين ده ستيمولانت، او النقطه الثالثه بقى تمنع تكسير الاسيتايل كولين انتي كولين استريز. انا ممكن امنع تكسير الاسيتايل كولين لفتره محدده زي أدوية، أي دواء لفترة معينة بيشتغل فيها، كبسولة كل 8 ساعات.
اخر الثمان ساعات المفعول بيقل، فلازم ادي جرعه تانيه بعد كده وتالته وهكذا. فهنا لو انا عندي ويك كونتراكشن ده معناه ايه؟ اسيتايل كولين قليل، وهنشرحه في مايند ماب المصل. يبقى ده لازم احافظ على الاسيتايل كولين وما اكسروش لفتره، فيعمل كونتراكشن كويس ثم اكسر اسيتايل كولين ثم اديك الدواء مره تانيه. اللي بيعمل الكلام ده الايزيرين او بايلو كاربين. خلي بالك الايزيرين دي قطرات للعين، قطرات تضيق البيوبل. اسيتايل كولين عندك طبيعي قليل، فاحنا محتاجين نحافظ عليه او ندي ادويه تشتغل زيه. ريفيرسبل. ايه الريفيرسبل؟ معناها منعنا تكسيره للابد. اسيتايل كولين ما بيتكسرش، وده بيستخدم في الوور جازس، غازات الحروب والاسلحه الكيميائيه، كيميكال ويبون، داي ايزو بروبايل فلورو فوسفيت. ده يؤدي للوفاه على طول، لان الاستايل كولين او الباراسمباثيك بيزود البرونكيال سكريشن، الرئه هتغرق في ميه، إديمة، ضربات القلب هتقل جدا، مشكله كبيره جدا. او انسكتيسايد، المبيدات الحشريه الباراسايون. المبيد ده منع تكسير الاسيتايل كولين للابد، وده سبب الانتحار اللي هيحصل كمان. في ملحوظه اخيره نوتس عايز اقولها في هذا السلايد. سمباثيتك والبارا كومبليمنتري وكو اوبراتيف. خلي بالك الكلام ده، قلنا على السالفري جلاند وعلى السكس اورجنز. خلي بالك من الكلام ده، حتى عملت السي كبير قوي عشان افكرك. كومبليمنتري يكملوا بعض، وكو اوبراتيف يتعاونوا مع بعض في تو اورجنز بحرف الاس. اوعى تنسى الفور اس اللي هو الاورجن سبلايد باي سمباثيتك اونلي. الاكسرسايز بيزود اللايبوليسز، وانا بجري انا بكسر الفات لفاتي اسيد از ا سورس اوف انرجي. وخلي بالك احنا بنحاول نوفر الجلوكوز من اجل البرين، فالتيشوز تحرق اي حاجه غير جلوكوز بشكل اساسي. وكمان مع الجري بيحصل فازو دايلاتيشن للسكيليتال ماسل بلاد فيسلز، فيسل بيوسع وبلاد فلو كتير وتيشوز بتحرق فات. كل الكلام ده بيساعد السكيليتال ماسل تكمل مجهود لاطول فتره ممكنه، بس بفتيج اقل طبعا، ده او ناخر الفتيج. اللي قال الكلام ده كان الخواجة الإيطالي أوربيلي، وسماه على اسمه أوربيلي إفكت. في نهاية هذا الفيديو أتمنى يكون الأوتونوميك اتجمع بشكل سريع وسهل كمايند مابس. كان معاكم دكتور محمد فايز.